السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، واليوم سنستكمل دراسة قصة خالد والعصفور. خطوات الدرس: أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، أربعة مناقشة أسئلة حول النص من خلال سؤال وإجابة، خمسة النشاط الكتابي، ستة التقييم الختامي من خلال استخدام التكنولوجيا. والآن هيا تذكر معي وشارك في الإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: أين ذهب العصفور؟ هيا تذكر. ممتاز، أحسنت. السؤال التالي: صف شعور العصفور عندما نجا من القطط، بما كان يشعر؟ أحسنت. هيا تذكر، بما تصف خالد؟ ما صفاته؟ ممتاز. والآن هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يحلل المتعلم عناصر القصة الفنية. الهدف الثاني أن يستنتج المتعلم الدروس المستفادة من القصة. والآن هيا نتذكر ما اسم الكاتب. كاتب القصة هو الكاتب إياد مداح، وهو كاتب من سوريا، ومن أشهر قصصه قصة عصفور وسمكة وقصة رسالة إلى ملكة الغابة. والآن هيا بنا نستمع إلى أحداث القصة. عاد العصفور إلى بيته، فرح خالد كثيرا لأن العصفور نجا من القطط، لكنه كان محتارا. أيضا فالعصفور الآن يمكنه الطيران، فما الذي أعاده إلى البيت؟ إلى القفص. لكن الآن لا فائدة من السؤال، فالعصفور قد عاد. ومع ذلك فقد قرر خالد أن يترك باب القفص مفتوحا والنافذة أيضا، فصار العصفور يخرج من القفص كل يوم ويطير بعيدا في الفضاء، ويعود إلى أن جاء اليوم الذي خرج فيه العصفور وطار بعيدا في الفضاء ولم يعد. والآن عزيزي الطالب، حان وقت قراءتك لهذه الفقرة بنفسك. الآن يمكنك التوقف هنا قليلا لقراءة هذه الفقرة، واستعد بعد ذلك للمشاركة معي عن الإجابة عن الأسئلة التالية. أحسنت على القراءة، ممتاز. هيا أجب عن السؤال الأول: ما شعور خالد عندما عاد العصفور؟ نعم، شعر خالد بالفرح والسعادة عندما عاد عصفوره، ممتاز. السؤال التالي: لماذا شعر خالد بالحيرة؟ رائع، كان محتارا لأن العصفور الآن يمكنه الطيران، فهو يسأل نفسه ما الذي أعاده إلى البيت؟ السؤال التالي: هيا استخرج أسلوب استفهام من الفقرة. ممتاز، ما الذي أعاده إلى البيت؟ هذا أسلوب استفهام. شبه جملة، أين شبه الجملة؟ في الفضاء، رائع. من القفص إلى بيته، من القطط، هناك كثير من شبه الجملة.
والآن هيا شارك معي في الإجابة عن الأسئلة التالية: ماذا قرر خالد أن يفعل بعد عودة العصفور؟ ممتاز، نعم، قرر خالد أن يترك القفص مفتوحاً والنافذة أيضاً، فصار العصفور يخرج من القفص كل يوم ويطير بعيداً في الفضاء ويعود. والآن هيا استنتج ما الدروس المستفادة من القصة. نعم، الرحمة بالحيوان، العطف، مساعدة الآخرين، الحرية. والآن هيا حلل معي الآن عناصر القصة الفنية. أولاً الشخصيات في القصة، نعم خالد والعصفور. ما الزمان بالقصة؟ في أحد الأيام. المكان، المنزل، الحديقة. المشكلة، معرفة خالد أن الطيور والحيوانات مكانها الطبيعة لا الأقفاص. المشكلة، ترك خالد العصفور بحرية حتى ذهب ولم يعد. والآن عزيزي الطالب، حان وقت النشاط الكتابي. يمكنك الآن اختيار أحد هذه الأنشطة والإجابة عليه بالدفتر، ثم إرسال هذا العمل إلى معلمتك. والآن حان وقت التقييم الختامي. يمكنك الآن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلال استخدام برنامج وورد وول. والآن بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن القراءة على برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح. شكراً لكم على حسن استماعكم. إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله.